حياكم الله أينما كنتم، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في اليوم الرابع والأخير من التغطية الخاصة لذكرى العاشرة للثورة السورية، والتي بدأناها بالحديث عن انطلاق شرارة الثورة من درعا، ثم انتشار صداها في كل المدن السورية، ثم انتقلنا للغوص في أعماقها، نتلمس أجمل صورها ونستذكر أكبر مظاهراتها وأجمل أهازيجها. هي ثورة الكرامة، ثورة استثنائية غذاها الأمل بإمكانية الخلاص. تحرر السوريون من مخاوفهم وكسروا قيودهم وواجهوا الموت غير آبهين في سبيل استرداد كرامتهم وسيادتهم، لتصدح حناجرهم بالشعب السوري ما بينزل، وجنة جنة 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 يا وطن. هي ثورة الكرامة، ثورة امتزج معها الألم منذ انطلاقتها وحتى هذه اللحظة. فلا المعتقلون عانقوا الحرية، ولا النازحون هجروا خيامهم، أما اللاجئون فما زالوا يعيشون على أمل العودة، عودة لربما ليست بالقريبة. فلا حسم عسكريا يلوح بالأفق ينهي نظام حكم قتل واعتقل وهجر، ولا حلا سياسيا قريب يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة الحرية والكرامة والعدالة. اليوم مشاهدينا الكرام سنخصص القسم الأول من تغطيتنا للحديث عن النشاط السياسي للثورة السورية، كيف بدأ وإلى أين وصل، وما أبرز مراحله، وما الدور الذي لعبته الأجسام والقوى السياسية، أين نجحت وأين تعثرت، وما هي أسباب تراجع شعبيتها، وما الأخطاء التي وقعت بها، هل استطاعت أن تكون ممثلة حقيقية للشعب السوري؟ كل ذلك سنناقشه مع ضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو الدكتور والسياسي السوري سعد الدين الوفائي. مرحبا بكم استاذ سعد، حياكم الله. مرحبا بكم، حياكم الله، يا اهلا وسهلا. اهلا بك. ومعنا ايضا الدكتور يحيى العريضي المتحدث باسم هيئه التفاوض السوريه مباشره من باريس. نرحب بكم دكتور، ونذهب لهذا التقرير ثم نعود لضيفي الكريمين واليكم مشاهدينا الكرام لنبدا النقاش. لم يبدأ السوريون ثورتهم ضد النظام كحراك سياسي أو عسكري، إلا أن المتغيرات أجبرتهم على دخول الجناحين. في 2011 ومع بداية الحراك الشعبي السلمي، بدأ ظهور التنسيقيات التي شكلتها الفئة المثقفة المنخرطة بالحراك في الداخل السوري. خارج الحدود وربما لصعوبة الحراك السياسي داخلها، كان ثمة تجمعات لمعارضين سوريين بهدف بدء حراك سياسي، تمثلت أولاها بمؤتمر أنطاليا بتركيا عقب 50 يوما من بدء المظاهرات تلاه مؤتمر الإنقاذ الوطني. المجلس الوطني أول الكيانات السياسية التي تشكلت عام 2011 لتخدم مطالب شعبية بدعم من مجموعة أصدقاء سوريا الممثلة لعشرات الدول العربية والغربية، حظي حينها المجلس بالتأييد الشعبي. مع تمدد المظاهرات على الأرض زادت الحاجة للتمثيل السياسي بشكل موسع، ونتيجة لضغوط داخلية وخارجية شكل الائتلاف الوطني لقوى الثورة 2012، ضم مجموعة من شخصيات المجلس الوطني وحظي بتأييد دولي أوسع انعكس بتمثيل سوريا في القمة العربية 2013 بعلم الثورة وجسمها السياسي الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. في أوج قوتها بدأت المعارضة رحلتها السياسية من جنيف، تزامنت مع اعتماد الأمم المتحدة للقرار 2254، وهو مشروع قرار أمريكي لحل الأزمة في سوريا،
صادقت عليه موسكو وحملته المعارضة كعنوان لمرحلتها القاضية برحيل النظام وفق تطلعات المعارضة، إلا أن ثمة متغيرات ميدانية طرأت جعلت فيما يبدو روسيا تقرأ القرار من جديد وتعيد شرحه برؤية موسكو التي بدأ نفوذها يتوسع على الأرض إبان تدخلها العسكري 2015. بدأت اللقاءات بين المعارضة والنظام في جنيف، وبدأ رياض واحد استمرارا لخط مقررات جنيف التي تمثلت حينها بهيئة التفاوض. أفرزت لجنة التفاوض السورية بشخصيات لقيت قبولا شعبيا كرياض حجاب وأسعد الزعبي. روسيا التي أصبحت معنية بالشأن السوري على إثر تدخلها العسكري لم تحمل ملف النظام وحسب، بل حاولت التأثير في تشكيلات المعارضة من خلال رعاية المفاوضات والتواصل مع شخصيات تقول إنها معارضة. تحول المشهد في رياض اثنين كليا إلى ثقب أسود وحلقة مفرغة. حول المسار السياسي في سوريا برضا أو غير رضا المعارضة ومزق الجسم السياسي للمعارضة، إذ تزامن المؤتمر مع اجتماعات أستانا الممثلة للفصائل العسكرية، تبعه مباحثات سوتشي التي أقرت بها دول إقليمية مؤثرة. في ذات الوقت دخلت منصتا موسكو والقاهرة كجزء رئيس في جسم المعارضة. تحولات سياسية ترافقت مع تمدد عسكري للنظام انعكس على خط المفاوضات المتصاعد وحوله إلى خط منحدر. رفع النظام حينها من وتيرة القصف ومستوى الشروط بتوجيه روسي، وتشكلت الضغوط على وفد المعارضة الذي انسحب من المفاوضات رافضا المستجدات التي اعتبرها حينها انقلابا على مبادئ الثورة. غاب رياض حجاب وأسعد الزعبي، وبرز نصر الحريري كشخصية توافقية في أحرج منعطفات التفاوض مع النظام. قال حينها البعض إنه انقلب على حجاب والزعبي، فيما اعتبره آخرون أنه أنقذ الملف السياسي الذي كادت تمسك به شخصيات أقرب للنظام من المعارضة، غير أن المتفق عليه أن وجوده كان في وقت لم يشهد فيه الملف السياسي أي قرار إيجابي مكتسب. قبلت روسيا واستمر التفاوض بشعارات ثورية ومضمون لم يخلو من احتجاج شعبي. نقلت روسيا الملف السياسي من حل شامل إلى ملف تفاوضي مجتزأ، واستطاعت فرض إرادتها سياسيا عقب انفرادها العسكري في سوريا كقوة عظمى انفردت بمواجهة شعب ثائر. تراجعت شعبية المعارضة وبدأ الخلاف في الجسم السياسي يطفو فوق القبة الجامعة، إذ سبب دخول منصتي القاهرة وموسكو جدلا في أوساطها وأثار تساؤلات عن أصل انتماء شخصيات في الكيان السياسي الجديد للثورة، وهو ما زاد الشرخ. مررت روسيا اجتماع سوتشي الذي قاطعته الولايات المتحدة ورضيت به تركيا وإيران، ضاعت البوصلة بشكل كامل. في ذات الوقت كانت روسيا تسيطر على مناطق المعارضة التي قسمتها كمناطق خفض تصعيد، واحدة تلو الأخرى من حمص إلى حلب الغوطة-درية ودرعا، وذلك وسط صمت أو ربما رضا أمريكي على عهد ترامب. استفاق الائتلاف وهيئة التفاوض على بقايا حلم، وبدأ من جديد يعيد تمسكه بقرار الأمم المتحدة 2254 الذي تتفق الدول المعنية عليه وتختلف في بنوده، ويخوض من جديد رحلة في اللجنة الدستورية التي وصفت منذ بدايتها بأنها ورقة لكسب الوقت من قبل النظام. مع تراجع المعارضة على الأرض والإخفاقات السياسية، بدأت الأجسام السياسية للمعارضة تفقد القرار، وتحولت المفاوضات بشكل علني إلى محادثات بين الدول الداعمة للأطراف، واقتصرت دراية المعارضة في بعض القرارات السياسية على رسائل واتساب تبلغهم بضرورة التنفيذ والدعاء بالتوفيق، تماما كما حدث مع الجبهة الجنوبية 2018. وجهات النظر انقسمت بين من يقول إن أخطاء المعارضة والتي اعترفت بها لم تكن مقصودة بقدر أنها نتاج لمناخ دولي متغير وجغرافيا ضاقت على النازحين والعسكر وأضعفت السياسيين وأحرجت الحلفاء، فيما ظهرت لغة جديدة بين الأوساط المعارضة تتهم بعضها البعض بالخيانة. في هذا الوقت كان الألم قد بلغ حد الصمت لدى المدنيين الذين نقلتهم روسيا بالباصات الخضراء
إلى ما تبقى من مناطق النفوذ التركي. الائتلاف الذي تحول من أوج قوته في تمثيل سوريا في الجامعة العربية تقلص وتراجع مع الأرض السورية، شهد قبل أيام آخر تصفياته بإخراج ممثلين عسكريين لم يبق لهم وجود على الأرض، إلا أن ثمة ما يلوح في الأفق يظهر رياض حجاب ويقول إنه لن يكون في جسم لا يخدم مطالب الثورة، غير أنه لم يهاجم من بقي حين انسحب. ظهور حجاب يتزامن مع تصاعد وتيرة التصريحات الدولية تجاه الملف السوري عقب تسلم بايدن الديمقراطي زمام أمور أمريكا وإلغاء كل قرارات ترامب، أمر أرق بلا شك باقي الأطراف التي تتسابق فيما يبدو لطرح رؤيتها قبل أن يطرح بايدن رؤيته للحل في سوريا، والتي ربما تكون قراءة أمريكية للقرار 2254، قراءة ربما تكون كفيلة بإلقاء كل مخططات الروس في سلة مهملات السياسة، وقد تغيب أسماء وتظهر أسماء جديدة تحاول من خلالها الإرادة الدولية كبح جماح الشعب الذي لم تثنه 10 سنوات مرت عن حلمه الباقي إلى الأبد. أعود لأرحب بضيوفي هنا في الاستوديو. معنا الدكتور والسياسي السوري سعد الوفائي، ومعنا أيضا الدكتور يحيى العريضي مباشرة، المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية مباشرة من باريس. أبدأ معك ضيفي من باريس دكتور يحيى، يعني بداية، إلى أي مدى استطاعت القوى والأجسام السياسية أن تكون ممثلة حقيقية للشعب السوري ومطالبه، و هل حققت مكاسب قيمة للثورة السورية؟ تحية لكم ولضيفكم الكريم ولمتابعيكم، ومبارك لأهل سوريا بثورتهم. حياك الله. حقيقة اليوم قرأت لافتة على الجامع العمري تقول: الثورة حق والحق لا يموت. ولا تزال تلك اللافتة هناك منذ 10 أعوام، وهذا له دلالات مهمة جدا. اليوم والأربع أيام الماضية احتفال ليس بعيد المعارضة لكن بعيد الثورة، الثورة السورية. لكن ما سنتحدث عنه هل مثلت كما تتفضل الثورة بشكل صحيح؟ أهنئكم بداية على هذا التقرير الذي قدمتموه رغم وجود بعض الهنات هنا وهناك، لكنه شامل وجامع ومانع وهو شيء جميل. هل مثلت؟ لا، لم تمثل تلك الصرخة الأشرف في التاريخ الحديث بالنسبة لسوريا، هي القدرة على الحلم، أن يحلم السوري وأن يستطيع أن يحقق هذا الحلم بأن ينتفض على الاستبداد. هذا شيء غير عادي إطلاقا، مع وجود منظومة لا يمكن أن تقول لها لا، حتى لو كنت من صلب هذه المنظومة لا تستطيع أن تقول لا، لكن باللحظة المناسبة وباللحظة الصعبة وباللحظة النادرة قال السوريون لا. نعم، من هذه النقطة ولا زالوا منتفضين. نعم، أنت أشرت للنقطة، أعتذر، ولكن حضرتك أشرت لنقطة جدا مهمة دكتور، يعني قلت إلى الآن لافتات تعلق على الجامع العمري، مهد الثورة السورية درعا وتقول الثورة حق، لماذا يعني، وأنت قلت أيضا يعني لم تكن الأجسام السياسية الممثلة للمعارضة على يعني على مستوى التمثيل الشعبي أو على مستوى هؤلاء الذين قالوا لا، ولكم هي كلمة مستحيلة ربما، والسوريون يعلمون ذلك، لماذا إلى الآن لم يكن هنالك جسم سياسي يمثل أو على سوية الشارع السوري؟ الأسباب حقيقة كثيرة، من بينها
أن السوريين قاموا بثورة عام 1925 على الاحتلال الفرنسي، ومنذ ذلك الوقت لم يقوموا بثورة. إذن مضت حوالي قرن من الزمن، ومن جانب آخر تلك السلطة الأسدية بنت منظومة حكمها واستراتيجياتها على المواجهة لا على التعايش. بمعنى آخر، ضمنت بأن لا يكون هناك ثورة أو انقلاب أو أي تحرك أو كلمة لا، هكذا بنيت. ماتت الحياة السياسية، ولم يكن السوريون بشكل أو آخر منظمين تجاه قيام بثورة أو تجاه تنظيم أنفسهم بشكل سياسي بشكل صحيح. عمليا تولدت كل أو طفت على السطح كل الأمراض، الأنانيات، الإقصاء، الطمع، الجشع، إبعاد الآخر، اللا خبرة، كل هذه الأمور وجدت هناك. لكن بشكل أو آخر بقيت البوصلة واضحة، واضحة المعالم. فمن استمر مع هذه البوصلة بقي بشكل أو آخر يعبر عن جوهر القضية السورية. هذا جانب. جانب آخر، القوى الخارجية التي أتت لنجدة النظام، بمعنى آخر المؤامرة الكونية على الشعب السوري، عملت بشكل منقطع النظير من أجل حماية هذه المنظومة الاستبدادية. بدأت عمليا بتسليط السلاح والحديد والنار على الشعب الذي قال لا والذي انتفض، من خلال ميليشيات إيرانية تحت حجج لا قيمة لها. دخلت إيران وحرسها الثوري، عندما عجزوا أتوا بقوة عظمى بطائرات السوخوي، واستخدموا القنابل واستخدموا البرانيل، ثم استخدموا الكيماوي حتى. إضافة إلى ذلك، على صعيد سياسي، روسيا أخذت من مجلس الأمن رهينة واستخدمت البيوتو كذا مرة حتى تحول دون تطبيق القرار السياسي التي صدرت. جانب ثالث، وهو عمليا يعبر عن عدم وعي، بحيث أن نسي كثيرون الهدف الأساسي من انتفاضة وثورة السورية، وبدأوا إلى الجانب الأضعف، الحلقات الأضعف. أستطيع أنا أن أوجه إليك الانتقاد، أهجم عليك، لكن بشكل أو آخر نسيوا بأن مسبب كل هذه الأمور هو منظومة الاستبداد تلك. أضف إلى ذلك أن روسيا خصصت عمليا، وإيران خصصت مناهج معينة ومسارات معينة من أجل نسف مصداقية أي جهة معينة مؤثرة في المسار السياسي تحديدا. وخاصة عندما ترى بأن انتقلنا من رياض واحد، رياض اثنين، سوتشي، استانا، كل هذه الأمور هو من فعل سياسي وتخطيط روسي من أجل نسف مصداقية هؤلاء الذين يمثلون الثورة السورية أو تطلعات السوريين إلى أمور تناسبهم وعلى مقاسهم وعلى مقاس النظام. لكن أقول لك في نهاية حديثي أن هناك جهات معينة لا تزال متمترسة عند حق السوريين الذي يقف كالرمح، ومتمترسة مع بنود القرارات الدولية وتحديد الانتقال السياسي وإنجاح ثورة السوريين و إعادة سوريا إلى سكة الحياة. نعم، أنتقل لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ سعد وفي. أستاذ سعد، يعني إضافة إلى ما تحدث به الدكتور يحيى العريضي ضيفنا من باريس، إلى أي مدى أو هنالك حديث دائم عن دينامية تنافسية أنهكت وما تزال تنهك الأجسام السياسية للثورة السورية، إلى أي حد هذا الكلام صحيح؟ بداية يعني أرحب بكم وبالسادة المشاهدين وبالدكتور يحيى العريضي، كل عام وأنتم بخير جميعا، وإن شاء الله العام القادم تبثوا من سوريا ونكون بالاستوديو مع بعض من داخل دمشق إن شاء الله. حقيقة أنا لا أعتقد أن التنافس هو الذي ظهر بشكل أساسي بداية الأمر. فالمجلس الوطني نشأ ولد ولادة وطنية ومثل الشعب السوري، لكن الائتلاف من عند بداية الائتلاف بدأت الأجسام السياسية أو العمل السياسي يأخذ مسارا آخر، هو مسار دولي أكبر أكثر من أن يكون مسارا
سوريا، بمعنى وطنيا، بمعنى شعبويا إن صح التعبير. الائتلاف ولد ولادة قيصرية، لم يولد ولادة طبيعية، ولم يستطع بالتالي أن يمارس العمل السياسي بشكل حقيقي. من هذا المنطلق أقول أن الأجسام السياسية مع وجود المتغيرات الدولية الكبيرة والكبيرة جدا، هذا مع التصحر السياسي الموجود عند السوريين، لا يوجد حقيقة عمل سياسي حقيقي، لا يوجد أحزاب سياسية. العمل السياسي داخل الأجسام السياسية كان عملا فرديا، يعني المجموعات التي تعمل أو الأفراد الذين هم يمثلون أو أعضاء الائتلاف أو كانوا أعضاء المجلس الوطني أو أعضاء حتى عادة لا ينتسبون أو حتى أعضاء الهيئة التفاوضية أو من ذهب إلى أستانة عادة لا يمثلون أجساما، بمعنى أن ليس لهم مرجعيات حقيقية، وبالتالي يجتهدون اجتهادات الكثير فيها من الفردية إن صح التعبير، والعمل السياسي لا يصح به الاجتهاد الفردي. لذلك نرى أنه يبدو وكأن هناك تنافس، يبدو وكأن هناك تجاذب أو هذا، لكنه حقيقة الأمر كانت هي اجتهادات فردية. وأنا أتكلم من بعمق في هذا الكلام، يعني أنا أتكلم من واقع حوادث وواقع، ولا أستطيع أن أقول أن هناك اللاوطنيين أو لا وطنية في من اجتهد هذه الاجتهادات، لكنه كانت لم تكن تمثل أجساما، ولم تكن تمثل مجالس حقيقية، ولم تكن تمثل أعضاء. وبالتالي ولكن نحن نتحدث عن 10 سنوات، يعني بعد 10 سنوات إلى الآن يكون التفاوض أو يعني كما تتحدث حضرتك جهود فردية، هذا أمر يعني ما الحل لهذا الموضوع؟ الحل لهذا الموضوع ولادة ما نشهده الآن في الساحة السورية، ولادة أحزاب سياسية. هذه الأحزاب السياسية هي التي تشكل أجسام سياسية، وهذه الأجسام السياسية هي التي تقوم بالعملية السياسية والتفاوضية بشكل كامل، لأنه عضو حزب يمثل 10, 20, 100,000, 200,000 من السوريين، 10 أعضاء يمثلون يعني 2 مليون أو 3 مليون. فنعرف أن من يتكلم بلسان اثنان، من يتوافق على إرادة 2 مليون سوري. أما عندما نتكلم عن إرادة شخصية مهما كانت شخصية، يعني حتى اعتبارية أو شخصية، لم يكن هناك مرجعية للائتلاف الوطني، يعني ثابتة. المرجعية لا، لم يكن هناك مرجعية للاجتهاد الوطني، لذلك كانت التداخل الدولي كان تداخل كبير وكبير جدا، وحتى تداخل مخل وليس فقط التداخل كبير. وأنا أعتقد أن وريد الائتلاف بطريقة تسمح بهذا التداخل الدولي، وهذا التداخل الدولي هو الذي ظهر للشعب السوري على أنه تجاذب وتنابذ وتنافس وما خلفه من هذه من هذه الألفاظ. لكني أعتقد يعني، وأنا أعود وأقول أنا على علاقة قوية جدا مع كثير من مع غالب الأعضاء المجلس الوطني، غالب أعضاء الائتلاف، يعني لا أستطيع أن يعني أن أقدح بوطنيتهم أو برغبتهم في تمثيل رغبة الشعب السوري. ربما هي يعني تجربة جديدة. قبل قليل تحدث الدكتور يحيى عريضي، لم يكن أحد يحلم بأن يقول لا، فعندما تولد تجربة جديدة أكيد ربما ستكون هنالك أخطاء، ولكن بعد سنوات ينبغي أن يعني يتم تجاوز هذه الأخطاء. ومن هذه النقطة اسمح لي أنتقل أيضا للدكتور يحيى العريضي مرة أخرى. دكتور يحيى، يعني 5 أعوام على مرت على تأسيس هيئة التفاوض، هل استطاعت هيئة التفاوض السورية أو حبذا يعني لو حضرتك تذكر لنا ما أهم ما قدمته هيئة التفاوض، أين أصابت وأين أخطأت؟ هيئة التفاوض عمليا هي جسم وظيفي للقيام بالعملية التفاوضية. بنيتها تتألف من جملة من المكونات. الهيئة العليا للتفاوض بداية كانت مؤلفة من 3 مكونات أساسية: الائتلاف من أعدادها، هيئة التنسيق، والفصائل، إضافة إلى المجلس الوطني أعتقد الكردي. في وقت من الأوقات علق رئيس الهيئة العليا للتفاوض المفاوضات اثر حصار حلب وفي ظرف صعب جدا، واثر تعنت النظام في تطبيق القرارات الدوليه التي من اجلها كان التفاوض. علقت هذه المفاوضات، لكن بقي الملف السوري اكثر من 14 شهر العالم يجير ظهره له، وبفعل روسي لا التفات للقضيه السوريه على الصعيد السياسي. سقطت حلب
إثر ذلك، وكان هناك أمور لا حصر لها من الخيبات خلال هذه الفترة الزمنية. وخلال هذه الفترة الزمنية أيضا سعى الروس إلى أو سعوا بشكل حثيث لإنهاء مسار جنيف، وخلقوا مسارا موازيا لذلك من خلال محاولات إلغاء جنيف، مسار أستانا. وأحد البنود الأساسية الموجودة في القرار الدولي 2254 وهو وقف إطلاق النار، حولوه إلى مناطق خفض تصعيد ثم عادوا وقضموها. وأرادوا أيضا بحكم أن أستانا وجدت كمسار من أجل وقف إطلاق النار وأمور إنسانية، أمور إنسانية وإجراءات بناء ثقة من إطلاق سراح معتقلين، إيصال مساعدات، رفع حصار، أي من هذه الأمور لم يطبق. بحكم غياب التفاوض الفعلي في جنيف، معروف أنه لم يكن هناك تفاوض عمليا، كان هناك تفاوض بين الوفد المعارضة والأمم المتحدة ووفد النظام الإجرامي والأمم المتحدة، لم يكن هناك وجه لوجه لقاءات بعد لقاء جنيف الأول. بعد ذلك وبعد مؤتمر فيينا كلفت المملكة العربية السعودية بجمع المعارضة، وكانت إضافة منصتي موسكو والقاهرة بحكم أن موسكو تقول باستمرار هناك معارضات ولا بد من إدخال جهات معينة. ما كان على الجهات في المعارضة إلا قبول هذا الأمر وإمكانية الاستمرار بالتعبير الحقيقي عن المطالب الحقيقية للسوريين بغض النظر كيف يكون اتجاه منصة موسكو أو منصة القاهرة. وأعتقد أن منصة القاهرة تحديدا قريبة جدا من الطروحات التي طرحها أكان في الائتلاف أو في هيئة التنسيق أو في الفصائل، لأن منصة موسكو هناك بعض إشارات استفهام. على أي حال تم استيعاب هاتين المنصتين، وبقي هناك جهة قوية جدا في هيئة التفاوض تتمترس عند الحقوق الأساسية الموجودة في القرار الدولي. البعض قال هناك تنازل عن عملية الانتقال السياسي وهي أمر أساسي في القرار الدولي، لا لم يكن هناك أي تنازل، لكن اعتبرت في وقت من الأوقات اللجنة الدستورية أو اللقاءات اللجنة الدستورية عبارة عن بوابة باتجاه تطبيق القرار الدولي ككل. اللجنة الدستورية أمر مهم جدا، أن بوتين دعا لما سماه في وقت من الأوقات مؤتمر سوتشي، مؤتمر الشعوب السورية، وخرج عنه يقال الآن أو يعلق على المعارضة أو عفوا دعني أوضح هذه النقطة وهي مهمة جدا. اتفضل. أنكم لم تحضروا سوتشي، يقال الهيئة السورية للتفاوض، لم تحضروا سوتشي لكنكم قبلتم بنتائجها. نعم، قبل بهذه النتيجة المتعلقة باللجنة الدستورية، لكن كانت احتكارا لموسكو. ما فعلته الهيئة السورية للتفاوض أنها جعلته ملكية للأمم المتحدة انسجاما مع كسرت الاحتكار يعني. وهذه موضوع لا يعرفه كثيرون ويبترونه بترا، يقولون لا تقربوا الصلاة. نعم، اللجنة الدستورية تحت عهدة الأمم المتحدة، وهذه مسألة مهمة. من هنا قبلت هيئة التفاوض هذا الموضوع. صحيح لم تأتي أكلها ولم يكن هناك نتائج، لكن في الوقت نفسه لم يسمح للنظام أن يقول بأن هؤلاء المعارضين، هؤلاء في الضفة الأخرى غير موجودين. المسألة ليست ملء فراغ على الإطلاق، وليست وظيفة، المعارضة ليست وظيفة. وأي من هذه الجهات إن تأخذ قرشا واحدا وأنها مرتزقة أو أنها تريد زعامة، شبعنا الزعامات وقرفنا الزعامات. طيب. ولا نتطلع إلى وظيفة ولا نتطلع إلى جنى. نعم. المسألة مسألة إعادة ثقة وفهم، ولا نتطلع إلى ذلك. يقوم بواجبه بضميره الإنسان. طيب. أينما وجد، أعتقد بهذا اليوم يجب أن نقول كلمة الحق هذه. طيب، سوف نذهب مشاهدينا إلى استطلاع رأي صغير. قناة حلب اليوم استطلعت رأي عينة من السوريين في إسطنبول حول القرارات التي كانوا سيتخذونها في حال كانوا رؤساء للائتلاف السوري أو القوى السياسية. المزيد في التقرير التالي للزميلة نعمة العلواني. في حال كنت رئيسة ائتلاف، شو التغيير اللي بتعملي بالوضع السوري؟ هلا، إذا كنت رئيسة الائتلاف للمعارضة والثورة السورية،
أول شيء فكر فيه هو النازحين السوريين يلي عايشين بالمخيمات، وخاصة الأطفال اللي عم نشوفهم عم يبردوا ويموتوا من الجوع، وخاصة إذا كان معي رأس مال كبير. هذا رأس المال حيكون مخصص لهم، وإنه يأمن لهم سكن يحميهم من هالبرد. كتير شفنا شوفات وفيديوهات وصور قديش هالناس اللي تحت عم تتعذب. طبعا أول قرار إلغاء اتفاق سوتشي وأستانيا، وأنا أعود للقرار 2254 وأعيد للثورة السورية صورتها الحقيقية، لأن في كتير يعني من الدول والشعب عم يشوهوا الثورة السورية، وغير يعني بعض الأعضاء، خلين يكونوا يعني أعضاء يمثل الشعب السوري بشكل صحيح، ما يكونوا أعضاء ما انكفوا لهذا المنصب أو هن المكان اللي إنه فيه. يعني ننتخب انتخاب أعضاء مجلس جديد وشورى، كل شيء تمام يعني على بشكل جيد، مو بهذا الوضع اللي نحن به هلا مثل ما عم تشوفوا أنتوا بالوضع الحالي. طبعا هذا منصب تكليف ليس منصب تشريف أول شيء. ثاني شيء هو التعليم، التعليم بالمخيمات، يعني دعم الكادر التعليمي بشكل عام، وخصوصا بقطاع مثال مثل خربة الجوز، هاي المخيمات اللي ما بيوصل لها تعليم ابدا، والمعلمين ابدا ما بياخذوا منه الرواتب او منح او اي شيء بخص. فنحن لازم بخلال العشر سنين نربي جيل يستمر بهاي الثورة، جيل نحن الثورة تربي، مو جيل يربى عند حزب البعث مثل ما كنا نحن ربينا عنده من قبل. والأهم منه فتح المعابر، يعني خلي العالم تطلع تفوت، تطلع على تركيا تدخل، يعني خلي العالم تتنفس. أول قرار طبعاً بتخذه مشان الشعب السوري، يعني مشان شعبنا. فأول شيء بوقف اللجنة الدستورية اللي كانت مثل ما بتعرف اللجنة الدستورية ما كانت من مصلحة الشعب السوري، وأيضاً بعيد هيكلة الائتلاف مشان تصدر وجوه جديدة للساحة ممكن يقوم بعمل أفضل من العمل اللي عم يقوم فيه حالياً. ومثل ما بتعرفوا صرنا 10 سنين بالثورة السورية، ولكن ائتلاف ما يعني ما في عندنا شيء بيمثلنا سياسيا امام الشعوب الاخرى، وكمان يعني في عندنا كثير شغلات ناقصه الشعب بالداخل وبالدول الاقتراب. والله في قرارات كثير، من اهمها واول شيء اللي بسلط الضوء عليه يعني واللي بنفذه، اني بشوف هالناس اللي متعذبه باقاماتها بالكمالك، هي اهم موضوع ببلاد اللجوء بالنسبه لتركيا للاردن للبنان، المفروض هذا كنت حليته يعني اول شغله. وفي موضوع انه النساء القديرات وعندهم قدرات كتير، مثلا انهم يوصلوا لمناصب، مثلا عندي كوني بالائتلاف كنا نشوف في 3 نساء اختفى وجودهم هلا، كنت وصلتهم على الاقل شيء بالدنيا، يعني ما عم يقدروا هن يوصلوا، في قدرات كتير بس ما عم يقدروا يوصلوا لها، كنت وصلتهم لهالشيء هذا. وأعود لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ دكتور سعد وفائي، يعني تابعنا معا استطلاع الرأي منذ قليل، إلى أي حد كانت الأجسام السياسية مستقلة في قراراتها، وما العوامل التي أثرت في هذه القرارات؟ يعني طبعا المجلس الوطني أنا أعتقد أنه كان له الكثير من الاستقلالية، وكان يعني حتى الشعب السوري خرج وقال المجلس الوطني يمثلني، وبشكل تلقائي المجلس الوطني تأسس بالخارج، لكنه رفعت اللافتات في الداخل السوري في بداية الثورة السورية. الائتلاف أنا قلت قبل قليل أنه ولد ولادة قيصرية، هذه الولادة لم تسمح له بأن يستقل بنفسه ويمثل نفسه ويستطيع أن هذا، فكانت المداخلات الدولية هي التي كانت أكثر حضورا في قراراته. ولكن لا يعني قبول من الداخل، وهنالك جمعة من الجمعات، جمعات المطهرات سميت باسمه والائتلاف الوطني يمثلني، ويعني كان له دعم من الداخل السوري من الأرض. يعني أنا لا 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 يعني صحيح هذا الكلام، لكني أنا مثلا أضرب مثال على ذلك. عندما ولد الائتلاف أول حكومة، حكومة الأستاذ غسان هيتو، وأفشلت دوليا هذه الحكومة وألغيت دوليا هذه الحكومة، ألغي قرار الائتلاف بتكليف الأستاذ غسان هيتو، كان قرار دولي لم يكن قرار داخل الائتلاف، أو خرج وإن كان خرج من أعضاء الائتلاف لكنه لم يكن خارجا. هذا يعني هذا تكرر في مسيرة الائتلاف بشكل كبير،
طبعا نحن يعني لا نلوم يعني ليس في معرض اللوم للائتلاف في حد ذاته، انا اتكلم عن تاريخ، اتكلم عن واقع. لماذا؟ لان اصلا بالاساس بالنهايه لا نتحدث عن اشخاص وعن اشخاص يعني وجود جسم وأداء عن هذا جسم سياسي. فنحن فعندما نجد ان روسيا موجوده في سوريا، امريكا موجوده في سوريا، انجلترا موجوده في سوريا، فرنسا موجوده في سوريا، إيران موجودة في سوريا، وتركيا موجودة في سوريا، نعلم أن حجم التداخل الدولي في سوريا ليس بالشكل الطبيعي وليس بالشكل العادي بالأساس. فليس من فلم تكن مهمة الائتلاف مهمة أصلا بالأساس، مهمة عادية، ولا حتى مهمة هيئة التفاوض، ولا حتى مهمة أي جسم تفاوضي آخر. اللجنة الدستورية اليوم ليست مهمة عادية أبدا أبدا. لم يكن الأداء السوري، لم يكن أداء المعارضة بحجم هذه التعقيدات. أنا لا أنكر أن كان يجب على المعارضة أن يكون عملها أكثر مهنية وأكثر احترافية، بحيث أن تكون على قدر حجم التحديات التي كانت في الساحة السورية. هذا الأمر لم يحصل، وهذا الأمر حقيقة أيضا لم يحصل. أنا أعتقد جزء منه 70% منه بفعل فاعل، و30% منه نتيجة أسباب تاريخية مثل التصحر السياسي الموجود. يعني الكثيرين يقولون أن السوري يعني هناك يعني 20 مليون سوري، 20 مليون راس. هذا الكلام ترى يعني كلام خطأ تماما، يعني هذا يعني يجب أن ننتبه على أن هذا الكلام يراد به تقسيم السوريين. مؤتمر شعوب السورية، مؤتمر الذي هذا كلمة شعوب سورية وكلمة الشعب السوري، يعني المكونة الشعب السوري له مكونات مثله مثل باقي شعوب العالم، كل شعوب العالم. يعني ما معنى أن تكون يعني المؤتمر هو مؤتمر الشعوب السورية؟ هذه التقسيمات وهذا الدعم اليوم نحن اليوم في فنلندا، اليوم نحن والآن نتكلم، نعرف أن جزء من سوريا هو مفصول بإرادة دولية، يعني الجزء الشرقي مفصول بإرادة دولية وليس شمال الشرق سوريا. يعني ربما الحديث يطول جدا، ولكن للأسف الوقت تداهمنا. أريد أن أشير الائتلاف الوطني يعني في الفترة الأخيرة كان له تحركات ونشاط في الداخل السوري، مكتب في الداخل السوري. هنا لا نبرر، وبنفس الوقت يعني لا نريد أن نكون منصة للتهجم. له ما له وعليه وما عليه. بعد 10 سنوات نأمل يعني كسوريين أن يكون هنالك جسم ممثل حقيقي للشعب السوري، يكون على قدر المسؤولية أمام تطلعات الشعب السوري، أمام أهل درعا. اليوم رغم قبضة النظام الأمنية هم يعني يخرجون، والآن البث المباشر من الجامع العمري. أشكرك طبعا بنهاية المطاف جزيل الشكر الدكتور والسياسي السوري سعد الوفائي، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا ضيفي الدكتور يحيى العريضة المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية، شكرا جزيلا لك أستاذ أو دكتور يحيى ضيفنا من باريس. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمتابعة تغطيتنا الخاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية. لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا.